السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ لنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن المزرعة تبعتنا. واليوم بهذا الفيديو إن شاء الله رح نعمل أشياء بومباستيكية، وأهم شيء ما ننسى الحيوانات تبعتنا لأن شكلهم رح يبلشوا يفتصوا. بس خلينا ناخذ نظرة سريعة عليهم. يعني الوضع صراحة سيء جدا، مثل ما نكون شايفين أغلب أحمر ستري، ما في أي شيء. وطبعا أنتم كمان بالتعليقات ما كتبتوا لي إجتاز إن إحنا نعمل بالمصاري رح تجينا. فلذلك انا شايف انه رح نركز بشكل جدا كبير على الحيوانات، لانه ماكينات بسعرهم شوي غالي، وبنفس الوقت يعني ممكن اني استاجر، وانا كل هيك عم باخد عقود يعني اجر. تمام، هلا اول شيء رح نعمله بنلف على ماكيناتنا اللي موجودات بالارض ونقلهم ستارتد. تمام، هي فل. طيب هي ما لها فل، هي تقريبا رح تصير فل، بس خلينا نروح لورا. نعم، اتوقع يعني في حصاده ضلت بس ناقصه، هلا لازم نفضيها ونبلش ننقل البضاعه الى مكان ثاني. هلا المصيبه انه هاي شغاله، لا مو هيك انا تعني. طب كل حال اعطيني من عندك انت شوي موال، خلينا نعبيها ونروح. ها 13% ناقصه، يعني تقريبا دبل تبعتك انت كذا حب. بس عبي، يب تمام، خلينا نرجع نلق نسكر. اي والله في تريلا موجوده هنيك عندي انا معباي، خلينا نصفها وراها ونشوف ايش محملين وين بدنا نروح. كل واحد بدنا نفضيله بصراحه تنعطه. هذا العمل دي اللي فاضي. تمام، طيب بروح عليكي بس طول بالك شوي. طبعا ها في شغله تذكرتها بدي اقول لكم عليها. انا خلال تطلب مني انزل فيديوهات، صرت انزل كل يوم فيديوهات، المشاهدات نزلت للارض وقعت. فشو السبب ما بعرف، انتوا هذا طلبكم وانا بنزل لكم فيديوهات يعني، وانتوا عم بتروح المشاهدات. فتطلبوا فيديوهات وما في مشاهدات، مصيبه يا جد مصيبه. هلا هون طيب تعبر عم تركب هاي هون شغلها، يعني جد هي مشكلة كبيرة بيننا وبينكم. ها بدكم تظبطونا بنظبطكم، ما تظبطونا ما خرج نظبطكم. يعني ظبطني ظبطك بالمشار معي. شاركونا الفيديوهات، اعملوا لنا لايكات. وانا طبعا قلت لكم من فترة انه في مشروع عم بشتغل عليه ولسه عم بشتغل عليه، بس صراحة في عندي كم مشكلة، فلذلك حاليا بس عم نحاول نحلها. اذا حليناها ان شاء الله بنفرجيكم اياها. وطبعا اللي متابعنا على الفيسبوك يمكن انه فهم شو هو المشروع اللي نحن عم نحكي عليه، بس يعني ما بدي اشهركم مباشرة لكم انه انا هيك عملت. ريثما ايوه اي هون حلوة. هاي الارض رقم وين حصاد ضلت؟ هاي الحصادة الاخيرة مو؟ يب هلا الارض هاي اللي بدنا نشتغل فيها. ايوه تمام، هاي هي مو هاي؟ اي نعم هاي. معناته يا معلم هاي اخر ماكينة بتجي هون تشتغل. هلا هو شوف في شغله خطرت في بالي، طول بالك بس لا ما بتزبط. خطر في بالي انه افتح خط بالنص مشان سياره الشحن تروح وترجع. ما اذا فتحنا خط بالنص رح تبطل تشتغل الحصاله، لان رح توصل للخط وتوقف صح؟ فمو شيء جيد صراحه. طبعا كل حال خليني بس امشي امري. هلا سيارات الشحن اصير اخليها تمشي جنب بعض. قوم على يتيسر لك شو حلو. تقريبا هي راح تعبي. هذا معه اوت وهذا معه فل. طب طول يتفضل اوت. طيب قبل ما نروح نفضي الاوت خلينا نشوف نحن ايش قد سعر الاوت، نشوف وين في معنى كان سعره كويس بنروح نبيعه. حلو هون تمام، عرفت وين. طيب هلا بداية قبل ما نروح عندي هاي السيارة، خليها بتسوي لها مثل ما تقولوا دور على السيارات يلي معبي بنفضي له وبنكمل، وبعدين بنروح بنفضي الاوت وبعدين نرجع الى دورة الحياة تبعتنا. وان شاء الله نروح يستفرغ وقت عنا، بنروح نشتري ماكينة استري للبقر ونشتغل يعني نخدم الحصن، عفوا مو البقر الحصن. هات مارس. طيب هلا بروح لعند جي مباشر.
هالمره ليش ما عبى كثير؟ يعني هو بالعاده 30%، هالمره عبى 29%، ايش القصه؟ اه جي فور نايس نايس نايس. شوفوا دخولنا هيك بالارض والله شيء يزعج صراحه. الارض كبيره مره. عم فكر اعمل شيء انه السياره بس وصلت للاخير بتفرغ كل شيء عندها وتروح وترجع. طب بس في شغله قبل ما نروح نفرغ الاوت، مش هذا عندنا بالمستودعات اوت؟ والله عندنا 15000 يعني تقريبا يطلع شيء ربع سياره. اتوقع تمام، ما راح ابيع، ما راح يعني السياره حلو هلا 1000 هي نبيع وبعدين نشوف البقر وذنب الحصن شلون نظبطهم. الاوت الحصن ما بدهم كثير اوت. على كل انا مالي بشغل هون، انا شغلي كلون. اه نفسه تمام اللي فيه هي الاوت. تمام خلينا نروح نودي الاوت. والله يا معلم ونيس نطلع خلينا نفضي الاوت فوق الشمال ونرجع. عندنا مشوارين واتوقع بالتراكتور في شوية اوت، فما بعرف اتوقع الدراكتور. خلينا اقعد على ارضي. طب هلا بس نوصل نقطع التفريغ نبيع كل اشي، يعني بس حطيته بالمستخدم بالمخزن عندي اللعبة تفهم انه هذا صار فائض فيبلشوا ينزلوا من قيمته، فمشان احافظ انه على قيمته انه مرتفعة انه ابيعه هلا. فهمتوا علي؟ شايلين 37 حلو. الاتش كمان فل. يا عم اختي الشغلة كل شوي ما عاد بقول قد شوي علي يا شباب. ايش بكون في ما في غير عم بلعب اللعبة، ما معي 2000 مزارع. وصلنا شو خير وصل وصلنا. طبعا معنا شيء بعد 1000 طن تقريبا. نروح الاتشفل نايس. طيب خليني اخذ التراكتور تبعي اللي تركناه هون عشان اروح خليه يشتغل بالبرش العشبي اللي عندي، اللي في عندي يطلع فيها زورس وش سمو موها وول، فرح اروح ارش على الزرع وفضي هذا بيعه لانه شلته. والله السيارة حلوة والله من بعض عندي كثير عندي 15 كويسة يعني فنية منيحة صراحة. التراكتور تبعي التراكتور نص الواحد. اخ لو خلوني اشيل هذا القش الموجود كان رح تبعته كله. والله ايزي ايزي بلمه بس ما بيسمحوا لنا انه والله نجرب نشتري ماكينة الطبلية ونجرب حظنا فيها ما بظن. طيب شو راح قاز بدنا نشتري ماكينة الستري وينها؟ بتيجي هون بالتريلا استري استري. هو على كل حال انا محتاجها صراحة، يعني بدي اشتريها بدي اشتريها ما مفروض منه، بس بنشوش قد قيمتها 105000. والله كتير والله كتير 105 يا معلم والله كتير. يعني لو معي مصاري كان فيها وش نظر بس ما عندي مشكلة. هاي فورنا كذا بس خلينا نشوف التركتور ايش بقلبه وبنعرفكم السيارة هي وهو. عندنا تريلة الستري ما نسيت نسيت نسيت
فضل هذول الاثنين ال H و F، وبعدين احط هذيك وراي واروح اجيب هذيك التريلر. قمح. صح، الارض كان فيها قمح موجود. هات شوف ايش قد معي قمح انا. طيب والله معي 13000. والله شوف القمح 600. طيب خلاص بنبيعهم، بيعهم 612. بيعهم، عندي قمح نبي. انا بفضل ايش انا حظي كثير، وبدي كبل اللي ابيعها، بجيب هذه الكتيله الضخمه او خلي ولا ابيعها. ابيعها ابيعها بيت. نايس تمام. هلا اذا بعناها اتوقع بصير عندي حي، اتوقع ها، لانه عندي انا تريلا ترين كبيره. ليش انا عندي هاي التريلا الكبيره؟ ليش انا موجع راسي بهي الصغيره؟ نفس الشيء تماما. اتوقع هلا صار عندي حق على هاي، انه ممكن اني اشتريها. عندي 114000. نايس. يس يس يس. هلا بنروح ناخذها. كلهم فولوا هذول فوق. والله تفولوا ما تفولوا ايش اسوي لكم يعني؟ طول بالك شو فيها. ايش وراك الفيل؟ طيب روح نجيب الحصاد. الحصاد هي الماكينة تبعي. نجيب هذا حطه هون. لا شو فيل. يلا هون على راس المطبخ. طبعا في شيء انتبهت له طول بالك، انا بوريكم اي سيارات انتبهت لكم اياه، بس المشكله انه ما في سيارات كثير، في سيارات كثير فاضطر شو راح. انه في حال انه انا ماشي طلعت سياره قدامه فما بي ما بيضربها، عرفتوا شلون؟ او شلون دفعتكم منها؟ توقف هلا بدي يخبطني خبطه هلا. وقف يا كلب وقف 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 يا كلب وقف، كلبك تشطحني. شوف انا عرفان انه على الفاضي انا عم بسوي هذا الشيء، بس رح نجرب، نبدا انه التجربه خير وبرهان، وبنفس الوقت يعني نقطع الشكل يعني. بس انا بعرف انه ما راح تخلون يعني من الارض، لان هي ما بتحطون يعني من الارض، ف راح نجرب. بس خلينا نوقف نروح نسوي لنا دور على هذول. ترى هذول طلع حصاتين تقريبا ثلاثة رح يكونوا فرات فرق. انا اطلع سيوي على قواعد مرور بلا بطيء فضي. بس حتى السيارات بينت عليها وسكت انا تمام. شو الفير والله كلها بابا اللي بعشرة بالمية يعني ما تحوس، فلذلك خلينا اروح اجيب هديك. طيب خلينا اروح من عنده، ولا هذا كمان واقف
رابط رابط، خليني اخذ من عند هاد، من عنده خذ من عنده شوي وعبيها واخذها صغيرة، لأن هذيك كمان هلا بتمشي حسابي. يا اما اعبي هاي ال 10% في النص حافل، بعدين اخذ كلياتهم اروح بطيخ. شوفيري الله وين هذيك؟ بدنا ندخل بالارض وبعدين هديها عندي، عندي دي وجي اثنين بنعبيهم على بروح نعبي الدي، بعدين نعبي الدي بعدين ننزل ناخذ هذوليك التريلات ونروح. هي اساسا لما نعطيه معاك الطريق نعطيه معاها الصادقين. اه والله الصادق طيب خلينا نروح نجيب دي مش اسمه ايوه نجرب حظنا. هذه زبطت ما زبطت الله اعلم. قولوا يا رب نشتغل، قولوا يا رب نشتغل معنا. ما ربي. بس انا حظي وانا ادري بيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.